سرت والشوق طريقي جد من فج عميق سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مشاهدين الأفاضل متابعي قنوات التلفزيون الجزائري داخل الجزائر وخارجها أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة إن شاء الله مثوانا ومثواكم وبكل خير لقاكم ومن كل شر وقاكم. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في هذه الحصة الإيمانية المباركة وفديناه بذبح عظيم. هي حصة نبحر من خلالها أيها الأحبة لنستلخص دروسا وعبرا ودررا من هذه المناسبة العظيمة والأيام المباركة أيام شهر ذي الحجة المبارك. أسعد كثيرا هذه الليلة في هذه الحصة إذ أستضيف شيخين فاضلين كريمين. على يميني الأستاذ الشيخ يوسف علال إمام وخطيب بجامع الأمير عبد القادر بقسنطينة، مرحبا بكم سيدي وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بلقائنا معكم ونتشرف في هذه الحصة المباركة في هذه الأيام الطاهرة الطيبة إن شاء الله. الله فيكم شيخنا. وعلى يساري كذلك شيخنا الشيخ عمر موهوبي إمام وخطيب أو إمام رئيسي أستاذ رئيسي إمام خطيب بمسجد السيدة زينب هنا بقسنطينة، مرحبا بكم أيضا سيدي وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، مرحبا بكم أستاذ رضوان وبشيخنا الشيخ يوسف والإخوة الحاضرين والمستمعين والمشاهدين، مرحبا بكم جميعا. أسأل الله عز وجل أن تكون ساعة مباركة طيبة بإذن الله. آمين آمين علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. طيب أبدأ معكم شيوخنا الأفاضل، لعلنا نقسم هذه الحصة إلى محاور ونبدأ المحور الأول ربما لنخوض أو لنستلخص من حياتي أو مما وقع في أسرة سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الأيام المباركات بالتحديد. يعني أطرح السؤال عليك ربما شيخ عمر، شيخ عمر موهوبي، إبراهيم عليه السلام ولنا فيه أسوة وأكبر أسوة وهو أبونا. إبراهيم شيخ كبير في السن وتتوق نفسه للولد ويرزق به على كبر فيحدث ما يحدث بين زوجتيه، بين هاجر وبين زوجته سارة، ثم بعد ذلك يؤمر من قبل الله تبارك وتعالى بابتلاء عظيم وهو أن يترك ابنه وزوجته في واد غير ذي زرع. يعني ننطلق من هذه الحادثة شيخنا. بارك الله فيك الأستاذ رضوان، جزاك الله خيرا، والإخوة القائمين على هذه الحصة جزاكم الله كل خير. إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأبو الأنبياء وأسوة وقدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، والقدوة في كل شيء من ذلك الصبر، فقد مروا بمراحل عظيمة عصيبة. وتتأمل في حياة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام ولد بأرض العراق بمنطقة بابل التي كان يقطنها الكلدانيون، وعاش فيها فترة وفترة شبابه، وقومه كانوا قوما يعبدون الأصنام، حتى البيت الذي ولد فيه أبوه آزر كان يصنع الأصنام ويبيعها، حتى البيت الذي ولد فيه وشب فيه هذا البيت كانت فيه الأصنام منتشرة وتباع وتخرج منه ليعبدها الناس من دون الله عز وجل. ولكن إبراهيم عليه السلام كان ينظر إلى هذه الأصنام وهي تصنع بالأيدي، يصنعها الإنسان بيديه وينحتها بيديه ثم يتقرب إليها ويدعوها من دون الله عز وجل، فدخل في حوار عظيم والمذكور في القرآن الكريم مع قومه في عبادة الأصنام كما تعلمون. لكن قومه عاندوا وكفروا وأصروا على هذه العبادة الباطلة، كان جزاء من ينصحهم أن يرمى في النار، أن يحرق. انظر هذا الابتلاء في بداية حياة إبراهيم عليه السلام قبل أن نصل إلى إسماعيل وذبح إسماعيل وغير ذلك، يؤمر بذبح بحرق إبراهيم عليه السلام، وتحفر حفرة عظيمة في أرض بابل ويجمع لها الحطب لأيام وأيام، حتى كانت الواحد منهم والمرأة منهم إذا مرضت نذرت أنها إن شفيت جمعت الحطب لحرق إبراهيم عليه السلام.
ثم شعلت وأشعلت تلك النار العظيمة من درجة لهيبها وقوة لهيبها إبراهيم عليه السلام تم رميه بالمنجنيق. وكانت آخر كلمة بعدما كلم قومه آخر كلمة تلفظ بها وهو يتوجه إلى هذه الحفرة المشتعلة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل وكان الفرج والله عز وجل فرج عنه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بعد ذلك يخرج من هذا الابتلاء العظيم إلى ابتلاء آخر وهو ملك بابل نمرود الذي ادعى الربوبية والألوهية من دون الله عز وجل ويدخل معه في حوار وفي نقاش. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هذه مع ملك بابل مع نمرود. بعد هذا الأمر يتوجه إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام وعندما يصل بعد فترة تصاب تلك الأرض بالمجاعة وبالقحط فيأخذ زوجته سارة إلى مصر. لما يصل إلى مصر ونذكر لك هذه الأحداث لتنظر من ابتلاء إلى آخر حياة الأنبياء وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلهم. يصل مصر الذي كان يحكمها يومها كانت عنده سعادة سيئة جدا لا يسمع بامرأة متزوجة جميلة وحسناء إلا أخذها من زوجها. فيدخل إبراهيم معه زوجته سارة يصل الخبر مباشرة إلى هذا الملك الظالم أنه دخل رجل إلى المدينة ومعه زوجة حسناء جميلة. فيدخل معه في نقاش هذا الملك زوجتك؟ قال لا هي أختي ويقصد أخته في الدين في التوحيد. رغم أنه إبراهيم عليه السلام لم يصرح أنها زوجته لكنه أخذها هذا الملك الظالم. وكان ما كان بينه وبين سارة عندما دعت عليه وشلت يده فحاول المرة الثانية فدعت عليه وحاول المرة الثالثة فدعت عليه تأكد أنه لن يصل إليها. عند ذلك أمر بإطلاق سراحها وأن تعود إلى إبراهيم عليه السلام وأهداها هاجر. هنا تبدأ قصة هاجر عليها السلام. أهداها هاجر كجارية لهذه لسارة عليها السلام. فسارة حبا لها لزوجها ونبي من أنبياء الله إبراهيم خليل الرحمن وهبت هذه وأهدت هذه الجارية لزوجها فتزوجها إبراهيم عليه السلام. تزوجها إبراهيم وإبراهيم يومها لم يكن له ولد لا من سارة ولا من هاجر. عندما سارة كانت لا تنجب وأما هاجر الله عز وجل أكرمها وأكرم نبيه إبراهيم بولد اسمه إسماعيل. الغيرة هذه الأمر أمر فطري لا يتخيل الإنسان أن الغيرة بين المرأة وضرتها وبين النساء أن هذا الأمر موجود في بيت دون بيت في عائلة دون عائلة. لا لابد الإنسان يفهم الطبيعة البشرية. هذا شيء خلقه الله عز وجل في الإنسان فكانت الغيرة بين سارة من سارة لأمنا هاجر لأن لديها ولد وإبراهيم عليه السلام تعلق بها أكثر خاصة مع وجود إسماعيل. ماذا يصنع إبراهيم عليه السلام؟ قرر أن يأخذ بوحي من الله عز وجل زوجته هاجر وابنهما إسماعيل وأن يذهب بهما إلى أرض الحجاز إلى شبه الجزيرة العربية. وانظر إلى هذه الرحلات من العراق إلى الشام إلى مصر ثم إلى شبه الجزيرة العربية إلى 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 الأرض العربية وقبل ذلك لم تكن عربية يعني العرب جاءوا بعد ذلك. وهذا الابتلاء من ابتلاء إلى ابتلاء. إن إبراهيم كان أمة كما قال ربنا سبحانه. بعد ذلك تنطلق القصة الأخرى مع إسماعيل عليه السلام وكيف ابتلاه رب العالمين ببلاء عظيم 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 وهو أن يذبح هذا الابن الذي انتظره بعد فترة عظيمة وكبيرة. والكلمة لأستاذنا الفاضل يقف مع بقية الأحداث إن شاء الله. طيب شيخنا الفاضل ما تعليقا على هذا الكلام الذي قاله الشيخ عمر يعني ما الذي يمكنك أن تضيف في هذه ابتلاءات إبراهيم عليه السلام مع أسرته؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أشكر فضيلة الشيخ عمر لهذه المقدمة التي اختصر فيها هذا
الأحداث العظيمة لهذا الرجل العظيم في تاريخ الإنسانية. ولكن عندي وهو يتحدث عن هذه الأحداث المتوالية والابتلاءات المتكررة في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام، تذكرت بأن الله سبحانه وتعالى له هذه العناية، عنايته الإلهية بإبراهيم عليه السلام. أحياناً ربما نرى بعض الأحداث في حياتنا تقع فنشمئز منها ونحزن لها، ولكن من ورائها يأتي الفرج، من ورائها يأتي الفتح العظيم من الله سبحانه وتعالى. المسرة في المضرة. نعم، المسرة في المضرة. يعني لما نشوف إحنا سارة، لو لم تغر من هاجر لما كانت هناك هجرة، ولما كانت هناك مكة، ولما كان هناك محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه نتاج دعوة إبراهيم عليه السلام. يعني بدأت قصة الإنسانية وقصة الإسلام من غيرة بين امرأتين. لما تشوف أنت غيرة بين امرأتين جعلت إبراهيم عليه السلام بأمر من الله عز وجل أن ينقل هذه الفتاة، هذه الزوجة زوجته أم إسماعيل، ينقلها إلى أرض غير ذات زرع عند بيته المحرم، أرض قاحلة، ومن هنا تبدأ هذه القصة. ويمكن أن نقول أيضا أن إبراهيم عليه السلام وعلاقتنا به وهو كإنسان مع هذه الأحداث العظيمة والامتحانات الجسيمة التي مر بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، هنا نطرح سؤال عن هذا الإنسان، إنسان العجيب الذي يقال بأنه الأب الثالث لهذه الإنسانية، الأب الثالث لهذه البشرية. الصفات التي تميز علاقتنا بإبراهيم عليه السلام، نحن ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا علاقة عظيمة جدا. ما سر هذا الرجل؟ سر هذا الرجل هي في الصفات التي تميز بها، والعطايا الربانية التي أودعها الله عز وجل في هذه الشخصية. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أمة، وأمة معناه جمع كل خصال الخير، اجتمعت في هذا الرجل، اجتمعت في هذا الإنسان. لما نقول كان إبراهيم أمة، أنت ممكن أستاذ رضوان تكون بارعا ذكيا مثلا شجاعا ولكنك لست قويا، عندك إرادة ولكن ربما يعوزك الذكاء. فكل واحد فينا عنده نبوغ في جانب معين، في جانب، ولكن أن تجتمع كل النوابغ في شخص واحد هذا لا يتأتى إلا للقليل من البشر. في مقدمتهم إبراهيم عليه السلام كان أمة، كان حنيفا يميل عن الشرك إلى التوحيد، وصفه الله تعالى بأنه قانت. إبراهيم عليه السلام يعني الصفات التي أودعها الله عز وجل فيه أكرمه الله تعالى بعد ذلك بإكرام عظيم، أن جعل كل الأنبياء بعده من سلالته، ولم يتأتى ذلك لنبي على الإطلاق. بعدما جاء إبراهيم عليه السلام ولا نبي جاء خارج سلالة إبراهيم عليه السلام، فمن ذرية إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء من بعده هم من ذرية إبراهيم، وهذا أكبر عطاء قدمه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام. فالآن نجد أنفسنا أمام مشهد مهيب وموقف رهيب، ونحن في أرض غير ذات زرع. هاجر عليه السلام في تلك الأرض مع ولدها، ينصرف إبراهيم عنها، ترمقه ببصرها من بعيد وهو يلتفت عنها ولا ينظر إليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ تخيل المشهد، لمن تتركنا في هذه الأرض؟ لا ماء، لا شجر، لا حياة، لا بشر، لمن تتركنا يا إبراهيم؟ توقفت، ثم بعد ذلك صاحت وقالت: الله أمرك بهذا؟ هل ربك عز وجل هو الذي أمرك أن تتركني مع ولدي هنا في هذه الأرض القاحلة مع الموت المحقق؟ فتوقف إبراهيم والتفت قليلا وقال: نعم، الله أمرني أن أتركه. فقالت، والإيمان يغمر قلبها ويملأ جوانحها: إذن لن يضيعنا، انظر إلى الثقة العظيمة في الله،
سبحانه وتعالى. هذا أكبر درس نأخذه من قصة إبراهيم. وبالمناسبة للمشاهدين والمشاهدات نقول القصص القرآني ليس للتفكه وليس للتسلية، لقد كان في قصصهم عبرة. احنا لما نروح للحج راح نشوف هذه من بعد ان شاء الله، لما نروح للحج سنجسد هذه المعاني وهذه الرموز في اعمال الحج بعد ذلك، فهي تضحية جسام. فكأننا حينما نتحدث عن إبراهيم وعن الأحداث التي وقعت في زمن سيدنا إبراهيم، فكأننا نربط آخر هذه الأمة بأولها، نربط آخر هذه الأمة بأولها. ولأننا نقرأ في كل في القرآن الكريم كلما فتحنا المصحف ملة أبيكم إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، من؟ الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نحن أولى الناس بإبراهيم. إذن فالقصة هنا تبدأ، ومع قصة التضحية قصة الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى. إذن لن يضيعنا، ما يضيعناش ربي عز وجل، مهما مرت علينا الأزمات، مهما توالت النكبات، لن يضيعنا الله. فلنقول كما قالت هاجر، أي إنسان فينا الآن في المجتمع تاعنا، واحد اللي ضاع له ولده، واحد اللي فقد المال، واحد اللي راه مريض، واحد اللي عنده دين ما قدرش يسده، واحد اللي عنده الكثير من الأمور، رانا في دار البلاء، دار الامتحان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هاجر عطتنا كلمة واحدة، لن يضيعنا الله عز وجل. خلي الثقة تاعك كبيرة في الله عز وجل. إن شاء الله. بارك شيخنا، بارك الله فيك. طيب شيخنا أعود إليك. الشيخ في بداية كلامه تحدث عن أن أساس هذا الأمر انطلق كما تفضلت أنت أيضا من غيرة. بعض العلماء يقولون إن غيرة أخرى كانت في هذا الباب، وهي غيرة الله عز وجل على قلب خليله إبراهيم الذي هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، هذه منزلة عظيمة. طيب، حيث دخل حب جديد إلى قلب إبراهيم، حب الولد. نعم، فابتلي إبراهيم في هذا الولد بأن يتركه ثم بأن يتبعه بعد أن بلغ معه السعي. نعم، كيف يمكن أن تحدثنا عن هذا الابتلاء، الابتلاء الأول ثم الثاني الذبح؟ نعم، الابتلاء الثاني أخي رضوان ابتلاء والله عظيم، وربي سماه البلاء المبين، بلاء عظيم جدا 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 جدا. فكما تفضل أستاذنا وشيخنا شيخ يوسف، أن إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وترك إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي زرع، بنص القرآن الكريم ليس فيه شيء، لا إنس لا زرع لا أكل لا ماء ولا شيء، ترك معهم جراب فيه تمر، وترك معهم قربة فيها ماء فقط، هذا الذي تركه مع زوجته ومع ابنه. وهنا قضية الثقة وقضية اليقين، أن الله أمرك إذن لن يضيعنا. وانطلق إبراهيم عليه السلام، هاجر بقيت الفترة الآن وهي ترضع ابنها وتطعمه شيئا من التمر، لكن نفد الطعام ونفد الماء الذي عندها، فماذا تصنع هذه المرأة؟ تنظر يمينا شمالا لا تجد أحد، على من تنادي؟ وهذه طبيعة بشرية، هذه امرأة وهذا الابن ابنها ولدها. وهنا تجد الابتلاء الله عز وجل الإنسان، كما قال شيخنا نحن في دار امتحان، دار ابتلاء، لابد أن نفهم الدنيا هكذا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحقيقة، هذا الأمر في الدنيا دار امتحان. فتنطلق أمنا هاجر عليها السلام، وجدت مرتفع يقابلها وهو الصفا، مرتفع جبل يسمى الصفا، فانطلقت إليه وصعدت إليه عليه وتنظر يمينا شمالا لم تجد أحدا ولم ترى أحدا. نزلت إلى بطن الوادي، فلما وصلت إلى بطن الوادي أخذت تسرع، وهو الذي يصنعه اليوم الحجاج والمعتمرين في قضية السعي بين الصفا والمروة، حتى وصلت إلى المرتفع في الجهة الأخرى المقابلة وهو جبل المروة مرتفع آخر، صعدت عليه وأخذت تنظر فلم ترى أحدا ولم تجد أحدا. وهكذا عادت المرة الثانية والثالثة إلى أن أكملت سبعة أشواط، قال ابن عباس وهذا سعي الناس اليوم. والله عز وجل أكرمها بعدما أتعبت نفسها،
هذا الأمر كان بإمكان يحدث في أول يوم، في أول لحظة، لكن الله عز وجل يقدم لعباده هذا الدرس العملي، أن الإنسان لابد أن يسعى، لابد أن يجتهد. الدعاء نعم، التقرب إلى الله والتضرع إلى الله عز وجل والبكاء بين يدي الله، هذا لا يغنيك أبدا عن العمل، لابد أن تسعى وأن تعمل. وهذا ديدن الأنبياء والصالحين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك. فالله أكرمها بماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فإذا بهذا الماء ينفجر، وهذا الماء العذب ينفجر. أنا الآن قبل أن نصل إلى قضية إبراهيم عليه السلام وكيف يؤمر بالذبح. طيب نعم. سنأخذ فاصلا شيخنا ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى بعدها معك في هذه المسألة. الله يكرمك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله، له والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله، له والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله، له والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله، له والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد في حصتكم وفديناه بذبح عظيم. شيخنا شيخ عمر، كنا نتحدث عن قضية الذبح، يعني أنت صرت يعني مقدمات كيف حتى مقدمات وصل أو وصل إبراهيم عليه السلام إلى ابتلاء الذبح. نعم، قلت لك أستاذنا الكريم، لما الله عز وجل أكرم هاجر وإسماعيل عليه السلام بزمزم، وجاءت قبيلة جرهم واستقرت في تلك المنطقة وغير ذلك، مرت هذه أحداث، يعني لم يأتي الذبح مباشرة بعدما تركهما بذلك الواد. نعم. وإنما جاء بعد ذلك بعد فترة. قبيل جرهم. نعم. هنا تعلم إسماعيل. نعم. عليه السلام اللغة العربية. اللغة العربية. نعم. نعم. فأنا أتكلم لما تركهما بوادي غير ذي زرع، والله عز وجل أكرم هاجر عليه السلام بماء زمزم وولدها، جاءت الزيارة الأخرى لإبراهيم عليه السلام، جاء يتفقد زوجته وابنه. الله عز وجل في هذه الزيارة ابتلاه بلاء عظيم عظيم جدا. يرى إبراهيم في المنام أن يذبح من؟ أن يذبح هذا الابن الذي تعلق به، ولم يؤمر بذبحه عند ولادته، لا، فلما بلغ معه السعي ورؤيا الأنبياء وحي. نعم، الآن الابن صار يسعى مع والده، لما زارهما بدأ يتحرك معه ويمشي معه ويعينه في بعض الأمور من بناء الكعبة. سبحان الله، يؤمر في هذه الفترة، في هذه المرحلة، أن يذبح، يعني أمر، يا سبحان، لا إله إلا الله.
وإبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا المرة الأولى قال لعلها ليست وحي، يعني أن أذبح الإبن، فانتظر تروى. وبعضهم قال أن التروية هذه من لأنه تروى عليه السلام، وإن كانت لها معاني أخرى من الارتواء وغير ذلك. ثم تتكرر الرؤيا للمرة الثانية والمرة الثالثة، يتأكد عنده أن هذا الأمر لابد أن ينفذ، وأنه من الله عز وجل وحي وليس له علاقة بالأحلام وبالشياطين وبغير ذلك. فيأتي إبراهيم عليه السلام ليطرح الأمر على ابنه. فتخيل هذا النقاش، أنت الآن بعضنا قد يرى حرج في أن يستدعي ابنه ليكلمه عن الصلاة مثلا، كمثال: يا بني أنت لا تصلي، والله يا ابنتي على الحجاب والتستر، وعلى غير ذلك من الأمور العادية يمكن نتناقش فيها. بعضهم يتحرج في أن يفتح نقاش مثل هذا. الآن إبراهيم يفتح نقاش مع ابنه في ذبحه، فيقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم انظر فانظر ماذا ترى. أراد أن يسمع ابنه ماذا يقول. فانظر إلى التربية الإيمانية. عندما علم إسماعيل عليه السلام أن هذا الكلام وليس مجرد اقتراح، ليست مجرد وساوس، ليس مجرد أفكار راودت أباه ليلا، هذا وحي من الله، هذا شرع الله، لابد أن نقول سمعنا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني لا أقول لك أن الأمر سهل، لا أقول لك أنا الآن فرح أني سأذبح، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتم الأمر، وأخذ أبي إبراهيم عليه السلام يأخذ ابنه وابتعد. جاءه الشيطان في الطريق وأراد أن يوسوس له، وهذا عمله، راوده. نعم، ويعني كيف تقتل ابنك، تذبح ابنك؟ أيعقل هذا أن تذبح ابنك؟ لكن إبراهيم عليه السلام رجمه وأبعده، ثم وصل إلى مكان بعيد. رمي الجمرات. نعم، وهذا فيه معنى لرمي الجمرات وإبعاد الشيطان، وإن كان نحن ليس هذا الرمي ليس رمي حقيقي، لكن رمز معنوي، وفي يستشعر الإنسان هذه العداوة مع هذا الشيطان وأنه عدو مبين. فيصل إبراهيم عليه السلام إلى منطقة، إلى مكان بعيد عن نظر الوالدة، بعيد عن تلك المنطقة. يصل، الله عز وجل قال: فلما أسلما، أسلما أمرهما لله للتنفيذ، وتله للجبين. إبراهيم عليه السلام يأخذ رأس ابنه فيجعل وجهه جهة الأرض، لأنه سبحان الله، ليس حتى وهو ينفذ أمر الله عز وجل، لكن الله عز وجل أوحى له هذا لأنها رحمة، مثل ما حصل بين نوح عليه السلام وابنه، ابنه كافر، والله عز وجل قال: فحال بينهما الموج. قال العلماء: رحمة من الله بنوح حتى لا يرى ابنه وهو يغرق، فهنا رحمة من الله عز وجل حتى لا ينظر إليه، فتله. وقال العلماء: حتى إبراهيم عليه السلام فعل هذا لكي لا يتردد في تنفيذ أمر الله. نعم شيخنا، معذرة، يعني بعض الناس قد يظن أن الذبح كان مجرد نية. أبدا، ولو كان نية فقط لما كان هذا الفعل. لما كانت هذه الخطوات أن يأخذ هذا الإبن ويذهب به إلى مكان بعيد ويضع جبهته جهة الأرض، لو كانت نية فقط لكان الأمر في بدايته، لكن وصلنا إلى مرحلة التنفيذ، وإبراهيم عليه السلام يأخذ السكين بيده ويمررها على رقبة ابنه مرة ثانية. والله يا إخوان، أنا أقول، أتكلم يعني مع إخواني وأنصحهم وأنصح نفسي قبل ذلك، أقول لهم: أين نحن من الأوامر التي أمرنا بها؟ يعني أحدنا لم يؤمر بقتل أبنائه، ولم يؤمر بشيء مثل هذا ولا أقل من ذلك. أنت أمرت أن تصلي، أنت أمرت أن تزكي، أمرت ببر الوالدين، يعني أمرت باحترام الجار وعدم إذاية الجار، هذه كلها تستطيع أن تفعلها ولا تأخذ منك جهدا كبيرا ولا شيء من ذلك. تخيل أن يؤمر الإنسان بذبح الإبن، ويبدأ إبراهيم عليه السلام في التنفيذ ويمرر السكين. المرة الأولى السكين لم تقطع شيئا، كان بإمكانه أن يقول: يا رب أمرتني نفذت، السكين لم تصنع، ويعود، لكنه أمر الله، فيعيد الكرة الثانية والثالثة. من عطل عمل السكين؟ هو الله سبحانه الذي جعل البحر
لا يغرق، وموسى عليه السلام ينطلق في رحلة ويصل إلى قصر فرعون، ولا بل هو الله عز وجل الذي جعل تلك النار التي تحرق جعلها بردا وسلاما. قال العلماء لماذا سلاما؟ لأنه لو لم يقل سلاما لآذاه بردها. فسبحان الله، فعند ذلك الله عز وجل يكرم نبيه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. نجاح في الاختبار. نعم، نجاح في هذا الاختبار. هنا ليست مجرد التفكير في التنفيذ، ليست مجرد النية، إنما التطبيق لأوامر الله عز وجل. فجاء ذلك الفداء الذي هو عنوان هذه الحلقة، كانت تلك الجائزة العظيمة، وهي سنة الآن، سنة الذبح الآن، من أيام إبراهيم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سن تلك السنة، سنة الأضحية، ويعيشها المسلمون يوم النحر. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. أعود إليك شيخ يوسف. نعم. يعني الشيخ يتحدث عن موقف إسماعيل عليه السلام. نعم. تلقى هذا الأمر بصبر، وقال يعني بأسلوب راق جدا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم. أليس هذا درسا عظيما جدا في التربية وفي طاعة الوالدين وبرهما؟ أكيد. هنا أستاذ عمر يتحدث عن هذه الأحداث العظيمة في تاريخ الإنسانية كلها. أتلمس في هذه الأحداث رحمة الخالق سبحانه وتعالى بنبيه وهو يأمره بأمر عظيم، وأتلمس أيضا أدب إبراهيم عليه السلام مع ابنه وهو يعرض عليه هذا البلاء، فكأنه يقول له: إن ما أتيتك به وما أحدثك عنه الآن مما سيأتي من هذا البلاء العظيم ليس من عندي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لم أقرر أنا ذبحك لأنني أبوك. عاطفة الأبوة اللي ربي سبحانه وتعالى قال: وحال بينهما الموج، بين نوح عليه السلام والابن، الله تعالى أخذها بعين الاعتبار في هذا البلاء. نتلمس في هذا البلاء معاني الرحمة، معاني الرحمة، وهو يعرض على ابنه، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام يعرض على ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قدم له الرسالة: قد أمرت بذبحك، ماذا ترى؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن فاجتمع هنا طاعة الله تعالى عز وجل، والإنقياد له، والتسليم لأمره، وطاعة الأب الذي أبدى هذه الرغبة في تنفيذه لأمر الله عز وجل. فاجتمعت كل أنواع البر، كل أنواع الرحمة، كل أنواع التسليم، كل أنواع الإنقياد لإبراهيم لله عز وجل، من إبراهيم عليه السلام ومن ابنه إسماعيل عليه السلام. الأسرة كلها ضربت أروع مثال، يعني أروع مثال، من الأم هاجر التي سلمت أمرها لله وقالت: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا هذا التسليم، هذه الثقة العظيمة في الله سبحانه وتعالى. التسليم من إبراهيم عليه السلام، وإن كان قد تروى وإن كان قد تريث حتى تأكد بأن الأمر من الله، فسارع إلى التنفيذ، اتخذ القرار، وها هو ذا أمام ولده يعرض عليه هذا البلاء المبين. يأتي التسليم الإنقياد من الابن، أسرة كريمة، أسرة مجاهدة، أسرة مضحية، أسرة منقادة لله سبحانه وتعالى، نموذج للأسرة. أليس هذا، نعم، ينبغي. أليس هذا ما يجب أن تكون عليه الأسرة المسلمة في كل زمان، في كل حين، ألا نسير ولا نمشي في أي طريق إلا إذا رأينا أن هذا الطريق وهذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويوافق شرع الله عز وجل. هكذا نقتدي بإبراهيم عليه السلام: لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم. نعم، إذن فهو أسوة، فهو أسوة وقدوة لنا في ماذا؟ في تضحيته، في إيمانه، في صبره، في تسليمه، في انقياده،
حتى فداه الله تعالى حتى فداه الله عز وجل بذبح عظيم. إذن فالجائزة لا تكون إلا بعد جهاد ونضال وابتلاء ونجاح. هذا اليوم الذي نحن نستشرفه وننتظره بعد أيام إن شاء الله تعالى إنما هو يوم الجائزة. يمكن لكل واحد منا أن ينال هذه الجائزة إذا ما تمثل بهذه الصفات وانقاد لهذه الأخلاق العظيمة والسلوكات القويمة التي تمثل بها سيدنا إبراهيم عليه السلام. جميل، أحسن الله عليك شيخنا. أعود إليك شيخ عمر، يعني في باب شيخ يتحدث عن هذه الأيام الفضيلة، هي هذه القصة حصلت طيلة أيام، وهذه الأيام هي الأيام المباركات التي نحن فيها الآن، هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. يعني ما لها من فضائل، ما لها من أحكام، نصائح في هذا الباب؟ الله عز وجل من كرمه ومن جوده أن فاضل بين الأزمنة حتى يستغل المسلم تلك الأزمنة وتلك الأوقات ويتقرب فيها إلى الله عز وجل فيزيد فيها الثواب ويزيد فيها الأجر، وهذا من كرم الله عز وجل. الله عز وجل فاضل بين الشهور فجعل أفضلها رمضان بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم منه. فاضل بين الأيام أيام الأسبوع وجعل أفضلها يوم الجمعة وهو اليوم العيد الأسبوعي للمسلمين. فاضل بين الساعات، ساعات اليوم 24 ساعة أفضلها الساعات الأخيرة الثلث الأخير من الليل. وفاضل الله عز وجل بين الليالي فجعل أفضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان. وفاضل سبحانه بين الأيام، أيام العام الله عز وجل ميز عشرة أيام جعل لها منزلة خاصة، وهي العشر الأولى من ذي الحجة التي نحن فيها، والله عز وجل تفضل علينا أن أدركناها. من فضائل هذه الأيام أن ربنا سبحانه أقسم بها، هذه أيام الله عز وجل يقسم بها من فوق سبع سماوات، والفجر وليال عشر. وجمهور أهل التفسير على أن العشرة هنا هي العشر من ذي الحجة، والله عز وجل جعلها أيام معلومات لإقامة مناسك الحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، هي العشر الأولى من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قدر هذه الأيام ومنزلتها، وأن الله عز وجل خصها بخاصية وميزة عن بقية الأيام، بقية أيام العام، وهي أي عمل صالح، لا تكلم عن الصلاة فقط، زكاة، قيام الليل، بر الوالدين، لا، أي عمل صالح يخطر في ذهنك هنا في هذه الأيام هو أفضل من أي عمل آخر في غيرها من الأوقات، في غيرها من الأيام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي العشر؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. وانظر كلمة ولا الجهاد يا رسول الله، نعم، سنام الدين. وكأن كان شغلهم رضي الله تعالى عنهم قضية العزة وقضية الدفاع عن أراضي المسلمين، وهذا هذا في حد ذاته درس، لأن هذه الأحاديث تفهم منها فضل الأيام العشر وفضل الجهاد. لماذا لم يقولوا: ولا أن نقوم الليل كله يا رسول الله، ولا أن نصوم الدهر كله يا رسول الله؟ في هذين الحديثين، في هذه الروايتين وغيرهما، قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هنا المسلم عندما يدرك هذه الأيام، عندما يدخل عليك أي أخي المسلم أختي المسلمة هلال ذي الحجة، وأنت على قيد الحياة وأنت تتنفس وقلبك ينبض، فتأكد أن الله أنعم عليك نعمة عظيمة، تستطيع الآن أن تجني حسنات لا يعلم عددها ولا قدرها إلا الله.
بأعمال هي أيسر أيسر من اليسير، وإنها دورة تكوينية، دورة سبحان الله كم مكثفة. هذه الأيام عددها، وانظر يا مثل قضية العشر الأخير من رمضان، عشر أيام، هذه عشر أيام، أيام قليلة العدد لكن فضلها، لكن فضلها عظيم. قال: ما العمل الصالح في أي أفضل منها في هذه؟ أي عمل صالح؟ أنا الآن جالس معك، يمكن استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كم أخذت من الجهد، كم أخذت من الوقت، كم أخذت من المال في الحديث، فأكثر فيها من التهليل، من التهليل والتحميد والتكبير، بارك الله فيك، قراءة القرآن يا أخي، الابتسامة، رأيت الابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. صدقة. بالله عليك يا أخي يا أستاذي الفاضل، هل الابتسامة تأخذ من وقتنا أو مالنا أو جهدنا شيء يمكن أن نذكره؟ يعني أنا الآن أخرج ألقى إنسانا جاري، إنسان في العمل، في المسجد، في المدرسة، في أي مكان ألقى، فعندما يأتي وجهه يقابل وجهي مباشرة أبتسم ابتسامة. قال صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك هذه صدقة. يعني هذه الصدقة في غير الأيام العشر. تخيل هذا التصرف، هذه الحركة، حركة الشفتين البسيطة اليسيرة في هذه العشر، لا يعدله حتى الجهاد في سبيل الله. يعني أنت تفهم أن العمل الصالح الآن دائرته واسعة جدا، وينبغي للمسلم أن يفقه هذا الأمر جيدا. قضية المعاملة مع الناس وحسن معاملة الناس، هذا من أعظم الأعمال الصالحة، عدم إذاية الناس، وأن لا يتسبب الإنسان في آذاهم، لا في أموالهم ولا في أنفسهم ولا في أجسادهم ولا في أعراضهم، أن يكف أذاه عن الناس. طيب سأنتقل إلى شيخنا، أحسن الله عليك شيخنا، الشيخ يوسف، الشيخ عمر تحدث عن تفاضل الأزمنة وتفاضل هذه الشهور والأيام، والله عز وجل قد جعل في هذه الأيام العشر كما جعل في الليالي العشر في رمضان ليلة، وجعل في هذه الأيام العشر يوما، نعم، فاضل بينه وبين باقي الأيام وجعله مميزا عليه، ألا وهو يوم عرفة. هل لك أن تحدثنا عنه أيضا شيخنا؟ نعم، الأيام العشر من ذي الحجة من أعظم فضائلها أنه اجتمعت فيها كبرى العبادات، وأعظم العبادات ستكون في هذه، ولم تجتمع في غيرها، أفضل عمل نقوم به هو الحج والعمرة، في لأنها أيام الحج، الأيام المعلومات، وهو أعظم ركن من أركان الإسلام، من أعظم أركان الإسلام. في الأيام العشر يوم عرفة، ويوم عرفة كما تفضلتم في هذه اللفتة الجميلة، أن وكأني به يعدل ليلة القدر في العشر، العشر الأواخر من رمضان. ويوم عرفة يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يعني أنه هذا اليوم هو الركن الركين من أركان الحج، الذي أدركه أدرك نعم الحج. وأركان الحج الأخرى يمكن أن تجبر في بعض الحالات، الواجبات يمكن أن، ولكن عرفة إذا فات يفوتك الحج، لا يمكن لك أن تجبر هذا اليوم بيوم آخر في أي يوم من أيام السنة. ويوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، أنزل الله عز وجل في حجة الوداع، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه؟ نزلت في يوم عرفة، فهو يوم عظيم، حتى أن أحد اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا عمر، آية نزلت في كتابكم، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إنها يوم عيد رغم أنفك،
لقد كنت حاضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكان يوم عرفة قد وافق يوم الجمعة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيوم عرفة هو اليوم الذي أتم فيه النعمة وأكمل الله فيه الدين، ولنا ربما فيه حديث آخر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سنواصل هذا الحديث بعد أن نأخذ فاصلا. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ونواصل. أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدينا الأكارم، مرحبا بكم من جديد. كنا مع شيخنا في أسرار في يوم عرفة، فضائل وأيضا أسرار، وأسرار يوم عرفة وأسرار الحج. نعم، تفضل شيخ. قلت بأن يوم عرفة هو يوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم فيه النعمة، وأن عمر بن الخطاب قال بأنه يوم عيد، ورد على هذا اليهودي الذي قال بأنه الآية التي نزلت آية عظيمة. فعلا هو يوم عيد، بل إن عمر بن الخطاب ذهب إلى أبعد من ذلك. أنا تحضرني هنا موقف من مواقفه، أنه لما نزلت هذه الآية حينما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذكر يتلو هذه الآية: اليوم أكملت عليكم أكملت إليكم اليوم أتممت أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرؤي عمر يبكي، فقيل له: لما تبكي يا عمر؟ قال: إنه ما من شيء يتم إلا ويعتريه بعد تمامه نقصان، إلا ويعتريه بعد تمامه نقصان. هذا الكلام من هذا الرجل الملهم، وهي نظرية التي وصلها إليها ابن خلدون في مقدمته تاع الأمم اللي ترتقي وترتقي ثم بعد ذلك تنحدر. ولكن ماذا يقصد؟ إنه ما من شيء يتم إلا ويعتريه بعد تمامه نقصان. وهذه كما قلنا هي الدورة التي تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته، أن الأمم ترتفع ثم تنخفض، والمقصود هو ليس نقصان الدين في مضامينه وفي أحكامه، وإنما نقصان سلطاني على النفوس بسبب بعد الناس عن الالتزام بأحكامه. إذن فيوم عرفة فيه أفضل دعاء يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا حينما إلى هذا في حينما قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
إذن فيوم عرفة يوم عظيم، ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا صيامه تعظيما له، وقال احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الجارية والسنة الماضية، يعني يكفر سنتين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعظم ثلاث عشرات، العشر من ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة، والعشر الأولى من محرم، والعشر الأخيرة من رمضان. ولهذا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي أنهم لا يفوتون على أنفسهم فرصة هذه العشر بالصيام، فإذا لم يصوموا العشر كلها أو التسع كلها لا ينبغي أن يفوتوا على أنفسهم يوم عرفة. فمن منا لا يحب أن تكفر ذنوبه ذنوب سنتين كاملتين؟ إذن ف يوم عرفة يوم عظيم، وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بالعهد الأول في عالم الذر، حينما ورد في الحديث كما أخرج الإمام الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم ببطن نعمان، وبطن نعمان هذه عرفة، هذا ذلك المكان هو عرفة في عالم الذر قبل أن نكون، قبل أن نخلق، مسح على ظهره فخرج خلق من ذريته، قال من هؤلاء يا رب؟ قال هؤلاء خلق من ذريتك من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح على ظهره مرة أخرى فخرج خلق من ذريته، فقال من هؤلاء يا رب؟ قال هؤلاء خلق من ذريتك من أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. ثم أخذ العهد عليهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. جميعا أقروا بتوحيد الله سبحانه سبحانه وتعالى. إذن فالعهد الأول الذي كان مع هذه البشرية جميعا ومع الخليقة جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الزمن كان في بطن نعمان في صعيد عرفة، ولهذا يجتمع الخلق كل عام في صعيد عرفة، يختار الله عز وجل وفد الحج فيجمع في ذلك المكان 3 ملايين، 4 ملايين، ربما 5 ملايين في صعيد عرفة، كلهم يجددون العهد الأول الذي ضربوه مع الله سبحانه وتعالى في عالم الذر. ولهذا حينما ندعو الله عز وجل ونستغفر الله تعالى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذا العهد هو ذلك العهد الأول. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. متى كان ذلك؟ في صعيد عرفة، في ذلك المكان الطاهر. إذن فيوم عرفة يوم عظيم، وهو من أعظم أيام السنة، يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء، أكمل الله تعالى فيه الدين، أتم الله عز وجل فيه النعمة، وفوق ذلك كانت أحسن كلمات وأروع كلمات خرجت من الفم الطاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في يوم عرفة، حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، أفضل كلمات، دستور المسلمين الخالد، خطة الطريق أمام هذه الأمة أيها الناس، حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أيها الناس اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خطبة حجة الوداع العظيمة التي لا نستطيع أن نحصيها وأن نعطيها حقها في هذه الدقائق المعدودة. نعم، سلمكم الله شيخنا. أعود إليك في نفس القضية شيخنا، لباس موحد، نعم، لحجيج بيت الله المحرم وفي صعيد عرفات، لا يتميز غني عن فقير وكل، نعم، الناس يجتمعون، ومن بهذا من بين أسرار الحج، ومن بين أسرار الحج أن الله عز وجل جعل في القرآن سورة، نعم، باسمه، وهو الوحيد من بين أركان الإسلام الذي جعلت له سورة باسمه، يعني ما الذي يمكنك أن تتفضل علينا؟ بارك الله فيك أستاذي الفاضل. فقط وقفة في قضية الحج، مناسك الحج والعشر الأولى من ذي الحجة التي نحن فيها والتي ذكرنا منزلتها وفضلها. هناك لطيفة من اللطائف العظيمة أشار إليها وقالها ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، من أروع ما قرأت في هذا الربط بين ما يكون هناك وما يعيشه الناس في هذه الأيام، قال أن الله عز وجل جعل في قلوب الناس الحنين لبيته الحرام،
وليس كل أحد قادر أن يراه كل عام. الله عز وجل جعل في قلوبنا، قلوب أهل الإيمان، الحنين، أفئدة تهوي إليهم، تهوي إلى ذلك المكان، وليس كل أحد قادر على أن يرى بيت الله الحرام كل عام. قال ابن رجب عليه رحمة الله، قال: فجعل الله هذا الموسم العشر الأولى من ذي الحجة ليكون مشتركا بين السائرين والقاعدين. فالذي هناك حيث البقاع المقدسة، حيث بيت الله الحرام، حيث زمزم، الحجر الأسود، السعي، يعيش تلك الأجواء الإيمانية الرائعة. الذي يحن هنا ولا يستطيع، جعل الله عز وجل له هذه الأيام من الصيام والذكر والدعاء والتسبيح والتكبير، وكأنه بهذه الأعمال يعيش مع إخوانه، يعيش مع إخوانه هناك. ثم قضية التي طرحتها يا أخي رضوان جزاك الله كل خير، وهي من دروس الحج، من معاني الحج، أنه يذكر بذلك اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإشارتك يعني رائعة جدا، أن الله عز وجل سمى سورة في كتابه بسورة الحج، أول آية في هذه السورة لا تتحدث عن الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم القيامة، والسورة اسمها الحج، وهذا ربط عظيم جدا. جزاك الله خير الجزاء، أن الناس في ذلك الموقف، بذلك اللباس، بذلك الاجتماع، يتذكرون أن الله عز وجل سيجمعهم على صعيد واحد، على أرض واحدة لا حجر فيها ولا شجر. وكما أنهم في الحج لا يتميز كبيرهم عن صغيرهم، ولا وزيرهم ولا رئيسهم عن مرؤوسهم، الجميع على صعيد واحد بلباس، وكذلك في أرض المحشر حفاة عراة. هذا الموقف يذكر بذاك، والإنسان إذا كان في بقاع المقدسة وإن لم يكن وهو يرى تلك المشاهد عبر القنوات، عليه أن يستشعر هذا المعنى، وأن الله عز وجل سيجمع هؤلاء الخلق جميعا من لدن عليه السلام، آدم عليه السلام، إلى آخر مخلوق، يجمعهم على أرض واحدة، ويحشرهم ويحاسبهم، ويوضع الصراط، ويوضع الميزان، وتنشر الصحف. على الإنسان يتذكر ويتفكر في ذلك المشهد، وأن ينظر في هذه الآية الأولى من سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوا الله عز وجل، تذكروا ذلك اليوم، لأن التذكر، وانظر اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، وكأن من بين الأسباب التي ترفع التقوى، منسوب التقوى عند الإنسان، أن يتذكر الآخرة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. جزاك الله كل خير. سلمك الله شيخنا. أعود إليك شيخ يوسف. هذه العشر قلنا سابقا أنها دورة تكوينية، وتختم العشر بيوم العيد، يوم الجائزة، يوم القبول، يوم الفرح والسرور. العيد لو نظرنا أن إحنا في الإسلام ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان يأتيان بعد ركنين موسميين: صيام رمضان، صيام رمضان، وحج البيت. وحج البيت، نعم. أليس هذا يعني يعد فعلا تكريما لمن صام، وتكريما لمن حج، وتكريما لمن شارك في هذا، في هذه الأعمال؟ نعم، نعم، هذه إن صحت العبارة، هذه فلسفة الأعياد في الإسلام، نعم، وحكمة الله عز وجل في تشريعها، وهو أن العيد يأتي بعد أداء المسلم لعبادة عظيمة، بل أداءه لعبادة مضنية، عبادة متعبة، عبادة فيها جهاد، فيها تعب، فيها نضال، فيها حرمان، حتى يصل إلى تقوى الله عز وجل. والتقوى نجدها في الحج كما نجدها في رمضان في الصيام، ونجدها أيضا في الأضحية، نجدها أيضا في الأضحية. إذن فالعيد فرحة، فسحة للبدن بعد أن خاض غمار عبادة مضنية، عبادة، فيكون مكافأة للإنسان. فأجدر الناس بفرحة العيد هو ذلك الذي أدى واجبه على أكمل وجه في تلك العبادة. فعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام،
وعيد الأضحى يأتي بعد أداء فريضة الحج، فيكون فعلا تخيل معي هذه الجائزة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الجائزة. من الذي ينال هذه المكافأة؟ وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا البدن الذي حرم الطعام والشراب وما إلى ذلك في رمضان، رغم أن الطعام الشهي يتراءى أمام عينيه والشراب الهني يترقرق بين يديه، إلا أنه لا يصل إليه خوفا من الله عز وجل. في هذا اليوم يوم العيد يحرم عليك أن تصوم، حرام، فهو يوم أكل وشرب وفسحة للبدن وما إلى ذلك. إذن فالعيد هو فسحة للبدن، وكأنه إجازة من رب العالمين يفرح فيها المؤمن ويهنأ بأداء الواجب. فرحة، إذا أردنا عنوان للعيد هو فرحة بأداء الواجب. عيد الأضحى تجتمع فيه القلوب وتلتئم فيه هذه النفوس، تتعارف فيه الأرواح وتمتزج مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل تمتزج مشاعر المسلمين ربط بين آخر هذه الأمة وأولها، فيكون ذلك العمل الرمزي العظيم، تضحية سيدنا إبراهيم، مكافأة سيدنا إبراهيم، فكأنها مكافأة لأمته، لذريته، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأتباع إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إذن فالأضحية رمز من رموز التضحية. نطرح سؤال على أنفسنا ونحن ننحر ونحن نذبح هذه الأضحية: هل أنا في مستوى سيدنا إبراهيم؟ هل أنا اتخذت إبراهيم عليه السلام قدوة؟ هل هو قدوتي في هذه الحياة؟ هل هو قدوتي في العطاء؟ قدوتي في البناء؟ قدوتي في الترحال؟ قدوتي في الجهاد؟ قدوتي في التسليم؟ قدوتي في الإنقياد؟ قدوتي في التضحية؟ قدوتي في كل هذا؟ هل أنا يمكن أن أكون أمة كما كان إبراهيم أمة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا. جميل. حتى التحميد والتكبير، الأفضل صيغة للتكبير في أيام العيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقال بأن هذه هي الكلمات التي قالها إبراهيم وإسماعيل حينما رأى الكبش العظيم والفداء العظيم، فقال إبراهيم: الله أكبر، الله أكبر، فقال إسماعيل: لا إله إلا الله، قال إبراهيم: الله أكبر، الله أكبر، قال إسماعيل: ولله الحمد. فخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النشيد العظيم، أعظم نشيد يمكن أن يقوله الإنسان في هذه الحياة. جميل، بارك الله فيكم شيخنا. يعني هو العيد مناسبة، هو يوم للجائزة ويوم للفرح والسرور، يوم للتزاور. جزاكم الله خير شيخنا، وجزا الله خيرا شيخنا شيخ عمر أيضا على ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة. أعزائنا المشاهدين، إلى هذا القدر نصل إياكم إلى نهاية هذه الحصة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في محطات أخرى. أستودعكم الله، وتقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم إن شاء الله بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله
الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان